السلام عليكم ورحمة الله، يا صباح الخير. عندنا رحلة سفر النهاردة، نطلع سيوط رايحين الكلية، يعني الله المستعان. الرحلة هناخد بعضنا من هنا، نروح اسكندرية ونركب من اسكندرية لأسيوط عشان الكلية. معانا النهاردة في رحلة الطالب المغترب في موضوع بس صغير كده عايز اتكلم عنه، جزئية انك تكون رحيم بنفسك. ازاي رحيم بنفسك؟ بلاحظ كتير في اللي هو الجيل اللي احنا فيه ده، يعني مثلا من 2000 وطالع كده، الجيل ده يعني عايش في حالة اكتئاب 24 ساعة. ممكن لأسباب تافهة، مش هقول لأسباب تافهة، يعني مش هخلينا منصفين في بعض الأوقات، بس لأي سبب. بتلاقي مثلا لو بصينا مثلا لمعدلات الانتحار، لمعدلات الناس اللي مكتئبة الفترة دي، هنلاقي الموضوع زيادة جدا، زيادة عن حده فوق ما أي حد يتصور. تحس الجيل ده جيل هش. فأنا هدفي من الفيديو أقول إيه، عايز أقول ملحوظة بس، لازم كل شخص يكون رحيم بنفسه. ما تلومش نفسك كتير، يعني خليك هادي شوية، ما تاخدش كل حاجة على أعصابك. الحياة مش مستاهلة، يعني الحياة أصلا خلقت للكد والتعب. تحاول تصفي دماغك، حاول تصفي دماغك من الهوجة والحاجات اللي بتحصل كتير دي، عشان ده بيزود الضغط عليك وهتلاقيك متوتر. وبعدين في حاجة، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو مش هتشغل دماغك بحاجة تعملها، هتلاقي نفسك عندك وقت فاضي، الوقت الفاضي ده هيبدأ بقى يشغل تفكيرك، يبدأ يشغل تفكيرك بقى في أي حاجة حصلت قبل كده، في أي موضوع، هتلاقي نفسك بتقلب الماضي كله في الوقت الفاضي ده. فعشان نتجنب حاجة زي كده، لازم تشغل وقتك، لازم تشغل وقتك بأي حاجة. والله المستعان، ربنا يصلح حال الجميع. يعني نقوم بقى نكمل تجهيز عشان لسه ورانا سفر طويل. ودي معاناة كل طالب مغترب، ربنا معانا. طبعا حاليا على المحطة خلاص اهو، والواحد مسافر لوحده فبيلاقي معاناة في السفر. طبعا هي حياة أي طالب مغترب كده، يعني طلب إنه يشيل كل الحاجات دي ويصور، فموضوع واحد بيعاني. الله المستعان، ربنا معانا. دلوقتي خلاص اهو وصلت معاك الاسكندرية. طبعا اصلا القطوره اللي هي بتيجي بتروح مثلا محافظات بعيده زي اسيوط وكده مش بتقف في مراكز، فاحنا لازم ناخد قطر من المركز يودينا مثلا لمحافظه زي هنا اسكندريه، وبعد كده نستنى القطر بقى ايه من اسكندريه لاسيوط. لسه هنقعد شويه، لسه القطر هيجي الساعه 6، هنوصل اسيوط ان شاء الله على الساعه 4. ركبنا كده خلاص الحمد لله، يعني قدامنا زي 8 ساعات لسه على الموشة. نحاول نستغل ده في أي حاجة، محتاج النهارده يعني شوف. وده كتاب المعجميات للدكتور إبراهيم السكران، هنحاول نقرا فيه شوية كده. يعني لسه جاي الهدية، هنشوف اللي فيه يعني، ونستغل أي شوية وقت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل،
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون كتاب المجريات أو الأحداث للدكتور إبراهيم السكران. الكتاب بيتكلم عن إدمان الناس لمتابعة الأحداث أو إدمان الجيل ده يعني لمتابعة الأحداث والأخبار وإن ده مش حاجة تهمهم يعني أو مش ده المفترض يحصل. المفترض إنهم يهتموا بالعلم والدراسة وبيتناول يعني هذه القضية. فالكتاب كويس جدا يعني قرينا منه شوية ونكمله بعدين. دلوقتي الواحد يقرا من شوية محتاج عشان لسه بدري يعني لسه بدري على ما نوصل لسه الساعة 9 يعني مش نحاول نريح شوية A few moments later. صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار ولا حاربت في أحد ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك لهيب الحب في قلبي كما الإعصار. الحمد لله وصلنا على خير. كانت سفرية لطيفة وطبعا مرهقين جدا فمحتاجين ننام. أشوفكم فيديو جديد. سلام.